جوليا انت كلي ودب بطنك ها، انت نحيف الله يعينك والله، ماكلات اكلك يا حرام. من ماكل اكلك؟ امك وسلاف. يا بنات هلا هلا بالاميرات، هلا بالحلوات، هلا يا هلا يا. يلا يا حبيباتي جاهزين؟ ليش مش مشطة شعرك؟ سلاف نخت مشاطة كنا. سلاف هي اللي صارت هلقيتها تأخرنا. هي انا صرت اخلص بخواتي. طب يلا اثبتي لنا هذا الشيء. لا انا من الاول. هاي جاكيتة طيب. انت جاهزة هالقيت؟ بس لانا، لانا مين بده يمشط لها شعرها؟ انا حلو شعري هيك؟ تمشط لحالها. لا بدك مشاطة مش مشط. انا بمشطها. حلو شعري هيك؟ بنات دفوا حالكم لانه احنا طالعين على مكان كتير كتير بارد، تمام؟ جنب البحر كمان. اه هو جنب البحر، لكم ممتازة يا سلاف، دفي حالك. احنا اليوم طالعين نفطر برا البيت، تمام؟ بابا شوف شايفين الخواتم ما احلاهم؟ واو. اقول لك من شرالي اياها. مين؟ ماما. مبروكين مبروكين. على فكره رنا جابتهم للبنات لكل وحده واحد، فهي استولت على الثلاثه وبدها تعطي البنات ولا واحد. بحبش اعطي ولا واحد. لا خواتك حبيباتك لازم تعطيهم. طيب بتحب سلاف وجوليا ولا لا؟ اه. قديش؟ قد السمك والبحر. الله اكبر عليها، ما اشطرها ما احلاها. انتوا جاهزين؟ ايوه برافو عليك يا جوليا، كويس انك لبستي جاكيت. حلو شعري. حلو كلكم حلوين، كلكم اميرات، كلكم زي العسل، اللهم صل على النبي. يلا ها ام وائل صارت جاهزه. صرت جاهزه. اه الله ينور، منوره موجوده اللطمه موجوده. طيب هلقيتها؟ بدنا نطلع ان شاء الله. طبعا احنا فطرتنا اليوم برا البيت ومعانا اصحابنا ان شاء الله، وراح ناخذكم على مكان هذا رحنا عليه قبل هيك. اه حلو كثير. تمام. الله الله، فيش اللي حضر زي هيك هذا. انت بتحبي امك اكثر مني. هيا بتحبك، هيا بتحبك. شفت كيف حبيباتي؟ انا بمزح، بحبك انت وماما. يا عمري انا هاتي هق هق. خفيفة هذه، خفيفة هذه العسل نقدر نشيلها. اه شو مالك يا لانا، ايش بتحكي؟ بحكي لك انت صغيرة. ليش صغيرة؟ هيك عشان بتقدرش يشيلك. اه الصغار بيقدروش يشيلوا اللي زيك صح؟ وماما زي هيك بيبي. طيب طيب تنمروا انتوا، ابوك علي تنمروا. طيب عشان انا مش طويلة كثير لانا بتحكي عني صغيرة. شوية جوليا بتصير طولك، شايفة كيف؟ اه هو اكبر من ماما. اه هو اطول يا ماما مش اكبر، اطول هو اكبر فعلا. طيب يلا صرنا هيك كلنا جاهزين عشان نروح ان شاء الله على المكان. يا ياخذوا معاهم كمسات لشعرتهم عشان الاكل حيطير شعرهم، لا. يا اما بياخذوا بوكل معاهم لاف عشان يربطوا شعرهم وياكلوا ياكلوا. خليهم على راحتهم، انتوا حابين تربطوا شعركم وتحطوا كم مسات؟ لا خلاص ماشي. وين سلاف؟ يلا احنا بنستنى فيكي. يلا يا عمري خلينا نلحق نصل قبل اصحابنا. كيف الشارع؟ جنة. ظبطوها؟ كنا وين وصرنا وين؟ اه حكيت لهم هذا ضروري تعملوه وتفنشوه ان شاء الله اليوم لانه رنا بدها تمشي عليه. اخيرا اخيرا ازغرت في الشارع. ايش الحلاوة، ايش الحلاوة، اللهم صل على النبي. وين جوليا؟ هيا وراي. الله اكبر. بابا شوف بحب بكرة واحنا هناك تعسي. اه انتعست امبارح امبارح. يلا 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 توقعوا. والله من زمان عشان اعمل حلو زي هيك. صحيح كتير رائع، خاصة خاصة انه يعني الشارع مسفلت جديد من المكان اللي احنا رايحين عليه، كمان ما بيبعد عن بيتنا كتير، تقريبا مشي 8 دقائق 9 دقائق بنكون فيه، فليك احنا حابين نمشي مع الاجواء هاي زي ما انتم شايفين. وقت غروب الشمس لهيك الاجواء كتير كتير روعه، وتقريبا احنا وصلنا المكان. جوليا مستحيل تمشي على الشارع وما تمشيش على حجر البنكيت، مستحيل ما تمشيش على حجر البنكيت، وهي علمت اختها لانا. لو في حجر رصيف اه بنمشي كلنا على الرصيف، بس خلص فيش حجر رصيف فبدنا نمشي وين؟
على الشارع، على طرف الشارع. يلا طبعا احنا وصلنا مدينة الفراولة، والمدينة بتطل على البحر زي ما انتم شايفين، وهذا الشارع ما شاء الله كمان جديد، شارع الرشيد. احنا في قلب المدينة هلقيت، وهي القعدة ما شاء الله زي العربية سندريلا. اه شايلينها. قديش ضل الاذان؟ والله ما بعرف. نص ساعة. نص ساعة؟ الأجواء خرافية. بعدين المكان ما شاء الله، يعني لو اطلعنا هيك بنشوف إنه المكان عالي، صح؟ حلو أبدا. آه، ومن الناحية تحت البحر كمان المكان عالي، يعني مرتفع كتير. بس غروب الشمس أيرنا مع البحر مع القعدة، واو. لما تحطي هالأكل وتفطري صبابة. طيب ايش عمل لك؟ ما وصلوش زي ما بدنا عدد لايكات في الفيديو. يلا زقوها زقوها زقوها. السلم والمرجيح. جولي راحت على المرجيحة هناك. راح العب على الجحنيق. وين بدك العبي؟ جولي حتجرب كل الألعاب. يلا يا لانا. يلا يا جولي. تزحلقي. شوف لانا كيف عدت جوا. وينها وينها وين؟ اوبا ايها. يلا تزحلق. اي مش راضي. لا مي. اعطوني الزحلقة. رنا قاعدة هناك. شوفوا شوفوا الشمس، شوفوا جمال الغروب. اللهم صل على النبي. اشي روعة 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 روعة. الله اكبر ما شاء الله. كثير حلو. حلو ان الواحد صايم يجي يسلح على المرجيح. قديش كان للاذان؟ جعان انت؟ لا. وليش تسالي؟ لا والله بس بسال. اللي بسال عن الاذان ايش بكون؟ جعان. ايه؟ جعان. صح ولا لا؟ جعانة. لا والله. ايوه ايوه اسرع. ايوه اقوى. ايوه يا لانا. هذه القوة، هذه القوة تاعتك يا لانا. وين وجهك؟ اشوف وجهك. ايوه ايوه اقوى. الله عليها. ايش رنا؟ خلي جوليا تريحك. لا تركتونا لحالنا هيك. ايه ما بتكفينا، كفينا شيء اكبر، بتكفينا كلنا. تعالي تعالي. يا حرام عليكم، بتخلوا لانا. طب خلي جوليا تزكوا. صايمة. هلا سلاف. راح اتفرج على السلحفاة. طب روحي. ايش في ايش في سلحفاة؟ لين النفاف. هل في كمان هامبات؟ الله سبحانك يا رب. هنا اشي دمدم احمر. وين هيلانا؟ واو هالدوار الشمس. هذا اللي كبير يا زولا شايفاه؟ في اكبر كمان. صبارة. حلو حلو يا لانا. هاي صبارة. هاي كمان صبارة. تشبه الصبارة راقصة، صح يا لانا؟ هي لا تعمل بك. ضايل للاذان 4 دقائق يا 3 دقائق. شايفة؟ والشباب لحتى الان ما اجوش، والشمس اختفت، راحت غابت. الشمس غابت. واحنا متعودين الحمد لله رب العالمين لله. في الدار غير الدار. مكتوب لنا. بس امبارح في العزومه بالامانه اكلنا على الاذان. احمر ممنوع التاخير. والله اكلنا على الاذان. اخواتي ممنوع التاخير خلص. انت عارف عند اهلي بيحكوا لي، بسالهم انه بحكي لهم ان انا دائما بتاخر عن الاكل، بيقولوا لي احنا بنمد السفره وبنصير نستنى بالاذان. شفت ما صار؟ يا الله. الشاب هيو بيحكي لنا انه الاكل صار جاهز. الاكل جاهز قبل ما يجي الشباب. ليش مش صايمه اليوم؟ عشان عشان انا صغير وانت كبار، عشان كنت بصومه وانا بفطر. السؤال جواب. الجواب جاهز. الجواب جاهز. تعال تعال افطر معنا. تعال افطر معنا. انزل. كل عام وانت بخير. انزل تعال افطر معنا. عشت حبيبي يا خال. انزل تعال ضل وقت. الف صحة وغنى. والله ما انا قادر.
الله يسهل عليك. كيفت رنا عشان ابوها شافت ابوها؟ طبعا افتخرت ابويا. الاكل جاهز يا معلم، الاكل بتستنى فيكم، مش انتم بتستنوا في الاكل. نشوفك يا بطل ايش سويت، ايش سويت؟ ولا حاجه، بقيت قاعد. ام اللي بتجهز كل حاجه. احنا جايين ادن، احنا على الامامه بعدين. ايوه ادن. ادن يا جوليا، ادن يلا تعالي. لا انا فرحت لما شافت الاولاد. ايش يا محمد كيف حالك؟ كيف حالك محمود؟ كيف حالك يا عاهد؟ هلا يا حبيبي. سلحفاة شفتها؟ سلطة، اللهم صل على النبي. اخترت انا على السلطة. تسلم ايديهم وان شاء الله بيعملوا لافراح اولادهم يا رب، الاكل طيب كثير. كثير ربنا يديم علينا من نعمه يا رب وتكون موجوده هالنعمه في كل بيت يا رب. يا رب. ايش في يا رنا؟ انت ضايله لحتى الان بتاكلي، بكفي ارحمي نفسك. حمي حالك. الحمد لله. ايش يا سوسو بكفي اكل؟ اكل زاد كثير. كل اصحابنا زاد من وراهم رز اللحنه. خلص بكفي. خلوا شويه. شوف هذول الجماعة مش مكلين حاجة، الرز والدجاجة زي ما هي واحنا قضينا عليها وخلصناها. حسيت حالي ما اكلتش شيء، انت اللي اكلتيها لحالك يا رنا. قلت صحتين وعافية. صحتين وعافية، انا قلت شيء بس ارحمي نفسك. ايش يا جوليا؟ اللهم صل على النبي. تبارك الله البنات و... يا عم بعدين هم مغوزين مش حاطين لنا كثير بالصينيه. يمكن هيك. هي هذا شايف كيف؟ مش معقول يكونوا اكلوا يعني العدد نفس العدد. مش معقول يكونوا يعني واللي ماكلين هذا مغوزين، ماكلين اللي فخدوا مخلينا السدم. هات لهم صينيه. ايه والله انت قالوا على الصينيه الثانيه. خلاص روحوا بكفي اكل. جد سلم ايدين اللي عملته. الأكل مرة جوليا انت كلي ودب بطنك. ها انت نحيف الله يعينك والله، ماكلات اكلك يا حرام. كلي بطيئه في الاكل انت. ايوه كلي ودب بطنك يا حبيبتي، كلي صح. وانا من ماكل اكلك؟ امك وسلاف. عادي نحيفه بطيئه بالاكل وهذيك بتاكلش نهائيا. لا انا والله لسه بحكي لها. لا ضايعه على الاخر. تلعبي والاولاد وما اكلتش معانا. سلم ايديك وطششتونا وفطونا يعني هذا كله جوزنا طبعا. فكرت انا بطشش كيش فلازم تشيله وتنصب المره تكمل معروف. حاضر يلا ها بننظف. مش خلص اقولها غير القطه ينظف مع السريع. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، وصلنا البيت. وكيف الطشة كانت يا بنات؟ حلوة حلوة وانبسطنا فيها. وهيك بدنا نقول لهم لايك واشتركوا في القناة. سلام.